والدة المغنية الحمزاوي اللي كتلقى واحد اتصال هاتفي من المغنية للمرة الثانية على التوالي واللي كتخص التنمر اللي تعرضت ليه من طرف احدى النازلات، وكذلك النزاع اللي مازال ما تمش الحل ديالو بالرغم من التوسلات ديالها لتغيير الزنزانة واللي كيتواجد فيها اكثر من 14 نزيلة. هادشي اللي وقع للمغنية من طرف احدى النازلات المراكشيات، خصوصا والاتهامات اللي كان دائما المغنية كتوجههم لبعض المراكشيات. كذلك غنتكلموا على حضور الاخت المغنية ابتسام في احدى المعارض بمدينة طنجة وتقديمها للاعتذار الى مدير المعرض مع استرجاع المبلغ المالي المتفق عليه. اخواني اخواتي، فاحداث جديدة وصادمة اللي غنطرقوا لها في هذا الفيديو، فما تنسوناش باللايكات ديالكم وكذلك البارتاج، وتخليوا التعليقات ديالكم والملاحظات ديالكم في خانة التعاليق. فكما هو معلوم اخواني اخواتي، المغنية اللي ربطات الاتصال بالام ديالها للمرة الثانية بسبب المضايقات من طرف واحد النزيلة المسمات حادة بنت مبارك المعروفة بالتسلط. فهاد النازلة اخوان اخواتي اللي دائما كتطمر على هاد المغنية ليل ونهار، وهي كتحشي لها الهضرة والماني وكتنعتها بالحمزاوية صاحبة السيليكون، وزيد وزيد كلام طويل بزاف اخوان اخواتي. فللتذكير كذلك المغنية اللي كانت يعني الاعتقال ديالها فجأة من طرف الفرقة الوطنية، وكانت على اساس كتظن انها ما غتدخلش للسجن بعد ما تم إيقاء القبض عليها إحدى الشقق بدار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وكانوا داوها يعني تحويلها إلى مدينة مراكش يعني بعد 48 ساعة من التحقيقات. وهنا فين دخلات المغنية للسجن، فالسيدة ما كان عندها لا مانطا لا ملابس، يعني ظننا منها أنها كانت غتحصل على يعني الصراح، ربما انها كانت غتحصل على الصراح. هنا فين دخلوا يعني بعض النازلات يعني وتهلاو فيها، عطاوها يعني بعض المانط يعني احسن جوده، ربما المغنيه كيحاولوا انهم يشفقوا عليها، خصوصا اول مره كتدخل للسجن. فعلى اي هذا كلام اخر يعني اللي توصلنا به واللي كيكشف المستور. فالام ديال المغنيه اخواني اخواتي اللي غتحاول تربط الاتصال بالمحامي ديالها ديال المغنية، وللأكيد حتى هو غيتبع المسطرة القانونية ويوقع واحد الطلب للمندوبية السجون من أجل البت في هذا الطلب، خصوصا أن يعني بعض النزاعات وحتى النزلاء اللي كيحاولوا أنهم يعني يطالبوا بالحق ديالهم، وهذا حق يعني مشروع لأي نزيل يعني تعرض لأي مضايقة أو من هذا القبيل. فالمحامي ديالها حتى هو غيرفع واحد الطلب للإدارة المندوبية للسجون يعني بالمغرب، وهذا الشيء يعني اللي غيبت فيه في الآونة القادمة بحول الله. فصراحة المغنية اللي هذا الشيء كامل، والحقيقة لما عرفنا الملف هذه منذ 4 سنوات وفهمنا القضية كلها وتأكدنا بأن الحمزاوية تستحق أكثر من سنة، حيث تعدات الحدود يعني وضربت في القضاء وهبطت من الكرامة والقيم ديال المرأة المغربية الحرة الشريفة. فلتذكير كذلك المغنية اللي كانت السبب في العذاب ديال مريم سعيد، وكذلك العذاب أو السب والضحك والتنمر على سعيدة شرف ونعتيها بالبقرة، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الإنسان يعني في أحسن تقويم. كذلك المغنية اللي كانت سبب في عذاب واحد المصممة أحلام، وسبب في التنمر على سلمى رشيد، وكذلك ابتسام تسكت، وكذلك في عذاب يعني وإقصاء فاطمة التهويلي المسمى يوسف، وكذلك التنمر على أولاد ديال سي تحفوز الزوجة ديالو والأم ديالو المصونة يعني. والقائمة راه هي طويلة إخواني أخواتي، هادشي كامل يعني راه هو متق في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شيء تكلم على هاد الحقيقة ديال هاد المغنية. فعلى أين أمام هاد التطورات هي خطيرة، الأم ديالها ديال المغنية اللي غتحاول ربط الاتصال بالمحامي ديال هاد المغنية
واللي الاكيد غتبع المسطرة القانونيه واللي غتوقع له واحد الطلب للمندوب السجون من اجل البت في هذا الطلب، خصوصا ان اي نزيل في شي زنزانه في اي سجن او المؤسسه السجنيه اللي عنده واحد الحق انه يطالب المؤسسه او المدير المؤسسه بتحويله لسجن اخر. فعلى اين يعني الطلب ديال راه قيد الدراسه في انتظار يعني البت فيه، فغيكون يعني ربما بين قوسين واش غيلبي الطلب ديالها او غتبقى يعني داخل السجن الودايه، خصوصا ان بعض المعلومات كتقول انه غيتم تنقيلها الى سجن مول البركي باسفي او لا سجن يعني عين سبع بمدينه الدار البيضاء. كذلك الموضوع اللي غنتكلموا فيه اخوان اخواتي عن الاخت ديال المغنيه، الاخت المغنيه ابتسام اخوان اخواتي اللي جات يعني من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة طنجة وحضرت يوم أمس السبت بإحدى المعارض من أجل الإشهار، وكان من المفروض أن تكون حاضرة المغنية لكن اقتصر الحضور على يعني استدعاء ابتسام هذه الأخيرة إخوان إخواتي اللي فعلا اعتذرت لمنظمي الحفل، وقد تم استرجاع ديك التسبيقات المالية عبارة عن واحد الشيك. دائما المغنية يعني ما عرفناش كيفاش إخوان إخواتي أنها ربما واش ما كانش عارفة غيكون الاعتقال ديالها من طرف الفرقة الوطنية أم أنها كانت كتشبت يعني بالبراءة ديالها. يعني استرجعت التسبيقات المالية واللي كانت يعني توصلت بها المغنية هذه قبل من 20 يوم من الآن، وهذا الشيء بطبيعة الحال إخوان إخواتي باش تفادى يعني الدعوات القضائية وكذلك الشكايات. فكما هو معلوم المغنية اللي كانت حصلت على التسبيقات من العديد من الكباريهات وكذلك الحفلات الأعراس قبل ما يتم الاعتقال ديالها المفاجئ داخل واحد الشقة ديال إحدى الصديقات ديالها بدار بوعزة بمدينة مر بمدينة الدار البيضاء، وللأكيد أن الشرطة القضائية اللي حلت يعني قبل أسبوعين بمدينة الدار البيضاء، وكانت يعني كان الاعتقال فواحد السرية تامة قبل ما يتم يعني كشف المستور يعني وقبل ما يتم يعني اقتيادها يعني بعد الأوامر من الوكيل المالي يعني اتجاه اللي هو سجن الوداية واللي الآن قد قبع فيه. والمفاجأة إخوان إخواتي السيدة يعني هذيك 48 ساعة اللي كانت فواحد التحقيقات قبل ما يتم إيداع على السجن، السيدة ما كانش كتظن أنها غتدخل للسجن قبل ما تفاجأ بدخولها للسجن، وهنا في كانت واحد المفاجأة اللي دخلوا بعض النزيلات وعطوها يعني الغطاء ملابس يعني حاولوا انهم يتعاطفوا مع هذه السيدة في البداية، خصوصا وان الحالة النفسية كانت مفاجئة وحتى العائلة ديالها اللي كان في واحد الصدمة كبيرة. يعني صراحة كانوا كيظنوا انها تحصل على واحد الصراح كذلك مرة اخرى كما حصلت عليها هذه قبل 3 سنوات، ولكن هذا القرار اللي جاء من محكمة النقض والإبرام اللي قال الكلمة ديالو الأخيرة ولا رجعة فيه، خصوصا وأن القانون الآن فوق الجميع. إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش على اللايكات ديالكم كذلك البارتاج. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.